كبير وبتاع. العمل الخفي العمل الخفي قيمته في خفائه دايما. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ايه خير لكم. ورجل تصدق بالصدقه فاخفاها، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لذلك نجد احوال السلف رهيبه في موضوع خفاء العمل دوت. مثلا تجد يعني الفضيل بن عياض يقول: احب الاعمال الى الله ابعدها عن الرياء واخفاها من الايه واخفاها من الناس لانها ابعد وامنع من الشيطان. وكان رجل في من كان في السلف كان احيانا ممكن يتعبد 20 سنة لا يعلم جاره به، يعني بيقوم الليل 20 سنة جاره ما يعرفش. وكان رجل يبكي على فراشه خوفا من الله ولا تشعر به امرأته، بيبكي من غير صوت، ممكن يكون بيبكي على السرير ويبل الوسادة زوجته مش حاسة بأي حاجة خالص وما بيطلعش نفس عشان هي ما تحسش به. وكان يعني رجل يدعى داود بن أبي هند صام 40 سنة لا يعلم به أحد، 40 سنة يصوم حدش فيش بني آدم يعرف. تقول لي ما مراته أكيد هتعرف، ولا مراته كانت تعرف. تقول لي إزاي؟ كان إذا أصبح تقول له حضر لك الفطار يقول لها حضري الفطار، فيقول لها بس هو لفهولي في ورقة عشان أخده معايا الشغل، فيلفه في ورقة وياخده معايا وهو ماشي في الطريق يتصدق به، ويروح السوق يقولوا له تاكل يقول لهم لا مش عايز اكل مش قادر، فيظنون في العمل انه اكل في البيت. وطبعا في البيت عارفين ان هو فطر خلاص، وهو بيرجع كده كده بعد الايه المغرب، فيقول لها حط لنا بقى ايه ناكل، فتفتكر ان هي بتحط له الغداء. قعد على كده 40 سنه بيصوم ومحدش يعرف حاجه. تخيل واحد يقدر يعمل حركه زي دي، حاجه يعني خطيره جدا يعني. وكان زين العابدين رحمة الله عليه كان يطعم فقراء المدينة 10 سنوات لا يعلم أحد من الذي يضع الطعام أمام بيوت الفقراء، ولم يعلم أحد حتى مات. فلما يوم أن مات تاني يوم لقوا الناس ما فيش حاجة اتحطت إيه قدام البيوت، فحين علموا أن زين العابدين هو الذي كان يضع هذا الطعام أمام البيوت. كان يعدي بالليل في ظلمة الليل يحط الأكل ويختفي، وكان يتخفى غطي وشه 10 سنين بيعمل كده، صورش ما نشرش، مش مهم اللايكات، مش مهم البتاع، لازم يليق خبئ من عمل ايه من عمل صالح. وكان قيل عن ابو وائل: لو جعلت له الدنيا وما فيها على ان يبكي امام الناس ما بكى ابدا. فاذا انفرد بكى كما تبكي المرأة التي مات ولدها، سيمسك نفسه قدام الناس رهيب، سيبه لوحده. وكما كان حال ابن سيرين، محمد بن سيرين كان يضحك امام الناس، فإذا خلى بنفسه بكى كأنه قتل قتيلا. محمد سيرين اللي هو كان صاحب فكاهة قدام الناس يقعد يضحك ويهزر عادي، تعال له بالليل تعرفوش ده مش ده محمد سيرين بتاع الصبح أبدا، بيبكي كأنه قتل قتيلا. سبحان الله يعني. ويعني من الحياة الجميلة عبد الله بن مسعود، تعلمون كان ليه تلميذ كان اسمه ربيع بن خثيم. ربيع بن خثيم ده من مسعود شهد له شهادة رهيبة جدا، قال: والله والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، والله يا ربيع ما رأيتك يوما إلا ذكرت المخبتين. ده ابن مسعود يقول له: ما رأيتك يوما إلا ذكرت المخبتين. كان الربيع هذا يقوم من الليل ويبكي حتى ترحمه أمه، تقول: مالك يا ولدي، هل قتلت قتيلا؟ يقول: نعم يا أمي، قتلت نفسي بذنوبي، قتلت نفسي بذنوبي. وكان أحيانا يقرأ في المصحف، فإذا دخل أحد عليه ويقرأ في المصحف غطى المصحف حتى لا يدري أحد به. دلوقتي بقت الموضة يلا اقرأ وانشر، اقرأ وانشر، اقرأ وانشر، اقرأ وانشر، تعالى بقى هات القارئ ده ليه قيام ليل اصلا بيقومش الليل. في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، تمام؟ في ناس بتفرح لما يخش عليه حد يلاقيه بيقرأ كويس، شافوني بقرأ أو ده بيخبي، يخبي المصحف، يخبيه عشان محدش يعرف إن هو بيقرأ، تمام؟ وكان أحد السلف يقول: ليكن حرص أحدكم على إخفاء الطاعة كحرصه على إخفاء المعصية. زي ما انت تحبش الناس تعرف معصيتك، يكون برضو ما بتحبش الناس تعرف ايه، تعرف الطاعة اللي انت بتعملها. وكان الفضيل بن عياض يقول: اذا كان الله سيسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكاذبين امثالنا. وابراهيم بن ادم يقول: ما صدق عبد احب الشهرة. وابن محيريز كان يقول: اللهم اني اسألك ذكرا خاملا، ذكرا خاملا. وبشر الحافي كان يقول: اللهم استرني، اللهم استرني واجعل تحت الستر ما تحب.
اللهم استرني واجعل تحت الستر ما تحب. فالناس دي يا جماعة كانت ناس عظيمة قوي. الراجل دوت